تعرف على حضرتك. اكيد متقاعد مجدي عنتر قوات مسلحه مقدم استقالتي من سنه 1994. لماذا قدمت استقالتك؟ والله لظروف ما اقدرش اقولها خاصه بقوات مسلحه، وحاجه تانية ان انا حبيت اكون حر اكتر من اللازم يعني. الهدف اختلف. حضرتك شاركت في ثوره 25 يناير؟ شاركت في ثوره 25 يناير من اولها، وانا جيت قبل الثوره باسبوع طلبت، قبل التنحي باسبوع طلبت المجموعه اللي كانت موجوده معانا منهم مجموعه كامله، كانت البلتاجي على ذكرى عبد العزيز، كل مجموعه كامله يعني، احمد دراج، كل مستشارين المجموعه الكبيره حاليا في الميديا. قلت لهم طلع متحدث رسمي عن الميدان، مش مفاوض، متحدث. قالوا لا ما ينفعش. جيت يوم التنحي 11/2 قلت نشكل مجلس رئاسي دلوقتي، قالوا ما ينفعش. قلت هتندم على انا قلت النهارده. بعد كده حصل بقى الظروف، جه الدكتور عصام شرف وجيت المجموعه كلها، فانا جيت يوم 1/3 قلت انا بشكل مجلس رئاسي على اساس شايف الرؤيه هتاخدنا في مسار اخر غير المسار الموجود حاليا. يوم 8/3 حصل محاكمه مبارك في الميدان، واتاجلت الجمعات لغايه 21/4 21/5. في 21/5 قلت الاسبوع الجاي 27/5 هقول اسماء تشكيل المجلس الرئاسي، والميديا اذاعت ان في تشكيل مجلس رئاسي في الميدان، والجرايد قالت مبارك الى ترى. لما جيت اطلع للاسف الشديد ان الناس في الميدان قالوا مش عايزين نتكلم حاجه، هو انا تشكيل مجلس يبقى ضد المجلس العسكري؟ ابدا. انا واحد من الناس كانت رؤيتي ان المجلس العسكري له مهام خاصه، واحنا في مرحله حرجه جنبينا ثورات وفي اعداء لينا من الجنوب والشمال والشرق والجنوب الغرب والشرق والشمال برضه. ان احنا النهارده بعد قيام الثوره اصبح اللي قاموا بالثوره رجعوا تاني بيوتهم، وطلعت رموز موجوده في نشوفها في الميديا، اصبحهم في نظر انا هم بيعوك الثوره، بيعوك التقدم. احنا منزلنا من انا منزلت من بيتي مش نازل حاكم حد، لان القضاء هياخد مسراه، القضاء هياخد مجراه مع كل واحد اخلف هذا البلد او خان هذا البلد. لكن انا نازل عشان ابني بلدي، عشان ما اقعدش انا كل جمعه اقف هنا وانادي بمطلب من المطالب اللي هي مطالب ايه؟ احنا المفروض ناخد بلدنا ننظمها، لان ليا رؤيه في تشكيل مجلس الشعب، ليا رؤيه ازاي نعدي بالمراحل دي. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين دستور قوي نضيف، محتاجين رؤيه في تشكيل مجلس يعبر عن الشعب، عن جميع فئات الشعب تعبيرا حقيقيا، مش بطريقه المبارك اللي موجوده حاليا. احنا مش عايزين السيستم ده، انا عايز كل فئات الشعب عندي هذه الرؤيه، كل فئات الشعب تحكم بلدها، مبقاش في عندي حاجه اسمها مطالب فئويه لان هم مشاركين في الحكم. طب رؤيتك ايه في المرحله القادمه؟ ايه المطلوب؟ والله انا شايف المرحله القادمه احنا داخلين على منعطف خطير، يا اما نعدي بالبلد يا اما البلد هتنزل في في نفق مظلم رهيب. انا اللي اخشاه هو ده. انا كنت بطالب يا اما انا قلت ان حاليا السبع رؤساء اللي هم اجتمعوا عشان يقولوا الكلام اللي قلته من 9 اشهر. طب انا قلت من 9 اشهر نشكل مجلس رئاسي يقود بلدنا ويكون مع المجلس العسكري. المجلس العسكري يعتبر الرمز لينا دلوقتي، وكتر خيره ان هو قاد المرحله في هذه المره، متشكرين جدا كفايه عليك كده، خليك رمز محترم واحنا وانت محترم، وسيبنا نقود بلدنا احنا بتشكيل مجلس رئاسي يعمل يطهر البلد، يعمل دستور جديد، يحط الرؤيه الجديده للانتخابات من جميع المراحل اللي هتبقى انتخابات دوائر كامله بتطلع بمجد الشعب متناسق، جميع فئاته موجوده في المجتمع، مفيش فئه تزيد عن فئه، مفيش بلطجه، لان هيكون هذا المجلس معبر تعبير حقيقي عن بلدنا، عن جميع الفئات، عن العمال والفلاحين والدكاتره والمهندسين، كل فئات المجتمع مشكله في هذا المجلس. ليا رؤيه فيه ما اقدرش اقولها حاليا لان المجال مش هيسمح بيها. نحاول ازاي نعملها 1 2 3 4. خلاص؟ ماشي يا دكتور، احنا لنا لقاء اخر في شهر التعقيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا. العسكري